ومن حرص الامام ناصر بن مرشد على جمع الشمل ورعد السبع والقضاء على الفتن التي تنخر في عظم البلاد والتي تأتي على الطارق والسليل وتهلك الحرث والنسل، تمكن بعون الله تعالى وتوفيقه على قضاء فتنة شب سعيرها بهذا القطر العماني قرونا متفاوضة. فقد كانت هناك الفتنة المعروفة بالفتنة الرستاقية والنزوانية، وقد انقسم اهل عمان الى طائفتين، طائفة رستاقية وطائفة نزوانية. ان هذه الطائفة التي كانت على حق من اجل انها رأت ان الامام ضعف عن القيام بالمسؤولية، وهناك طائفة اخرى رأت بان هؤلاء كانوا على باطل وانهم كانوا بواه خرجوا على الامام العادل وليس لهم حق الخروج، وما كانوا يريدون خيرا ولكنهم كانوا يريدون إثارة الفتنة. هذا الخلاف الذي حصل بين اهل الامن اذ انقسموا الى هاتين الطائفتين، والطائفة توسطت بينهما بحيث توقفت عن الحكم بتصويب تلك الطائفة السائرة او تخطئتها. من اجل هذا الخلاف اشتد الامر فيما بعدما مضى على هذه الفتنة ما يقرب من قرنين من الزمان، اشتد الخلاف وتعصب بعض الناس للطائفة التي رأوا انها هي على الحق في تقويمها لهذا الامر وفي حكمها على هذه الطائفة السائرة، فمنهم من رأى التشدد وقالوا بانه يجب على كل احد ان يتبرأ من هؤلاء القائمين وان يسأل عن هذا الامر حتى يصل الى الحقيقة، ولا يعذر احد في جهله بهذا الامر مهما كان من امر، حتى انهم الزموا الناس الخروج باطفالهم ونسائهم من اجل البحث عن هذه الفتنة. وهذه الطائفة هي التي عرفت من بعد بالطائفة الرستاقية، وكان على رأسها العلامة ابن بركة، وقد حجى في ذلك حجوة شيخه العلامة ابي مالك السلاني الذي انتقل من بعد الى سلمان فنسب اليها والا فهو من مهنة، وهو شيخ ابن بركة. وسلك هذا المسلك جماعة من اهل العلم، منهم العلامة ابو الحسن المصري وصاحب المصنف واخرون. وهناك طائفة اخرى رأت ان في هذا التشدد غلوا وافراطا، وان الدين الحق ليس فيه افراط، فيجب على الانسان ان يتجنب الغلو، وما من داعي لبحث هذا الامر، فان هذه الصحيفة طويت بمرور الزمن، وعلينا ان لا نفتش عما مضى، فما مضى قبل كلام ساعة فدعه، ليس البحث عنه ساعة، ولكن استمر التراشق بالتهم بين الطائفتين، وألفت في ذلك كتب كثيرة، واستمر الناس على هذا الانقسام إلى عهد الإمام ناصر بن مرشد الذي وصل في القرن الحادي عشر، مع أن هذه الفتنة نجمت في أواخر القرن الرابع عندما تعصب المتعصبون ضد السائرين على الإمام الصلب. فإذا بالإمام ناصر بن مرشد بمشيئة الله تعالى يقضي على هذه الفتنة ويميتها
حتى لم تعد تذكر إلا لأجل الاعتبار لا لأجل التعصب بين الناس. وقد أشاد بما قام به الإمام ناصر بن مرشد إمامنا نور الدين السالمي رحمه الله تعالى عندما قال: من أجلها، من أجل تلك الفتنة، من أجلها أهل عمان افترقوا حزبين، فاز بعضهم ليوثق حزب أبي سعيد لم يوثق على الهدى، ومن بري منه شقي، وحزبهم أي حزب الغلاة في هذا الأمر لم يبق منه أحد، جهادهم بالحق فيما يشهد، إذ ليس تخلو الأرض من محق يكون فيها قائما بالحق، جهادهم بسبب الإمام ناصرنا المرشد من أمامي، فكان ذهابهم بسبب الإمام ناصرنا المرشد من أمامي سبيل مرشد، فكان ناصرا ومرشدا في الدين رشدا ظاهرا. فقد جمع الله تعالى على يديه الشمل وتوحدت الكلمة وتم رأب الصدع، ولم تعد هذه الفتنة تذكر إلا من أجل الأدب والاعتبار لا من أجل الهوى والعصبية، والحمد لله حق حمده.